بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، نتابع قراءتنا في المدارسة التي أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة مع الشيخ محمد الغزالي في موضوع كيف نتعامل مع القرآن، واليوم في فصل جديد بعنوان هل اختلاف وجهات النظر الاجتهادية يعني تفريق الدين؟ الاجتهاد تنزيل نص على حادثة معينة، ومن المجازفة أن يقال عن هذا التنزيل هذا رأي الإسلام أو الحل الإسلامي أو ما إلى ذلك، وأتصور أنه يمكن أن ينتج عن ذلك معارك واتهامات لا نهاية لها بسبب تنوع العقول وتعدد الاجتهادات والآراء واختلاف الناس في تنزيل النص على الحوادث. فلو اعتبرنا الرأي أو الاجتهاد في فهم القرآن أو الحديث دينا له قدسية الدين، والخروج عليه إثم كإثم الخروج على النص الشرعي نفسه وما إلى ذلك، فهذه قضية ستمزق الأمة وستوقعها بنتائج نلمح بعض آثارها هذه الأيام. نريد مناقشة هذه القضية الهامة والاتيان إن أمكن بنماذج للاستشهاد حتى لا يفسر بعض الناس من أصحاب العقول الكليلة النصوص الواردة في النعي عن الذين يفرقون دينهم بأنه يعني بعض الاجتهادات أو يحكم على بعض الاجتهادات بأنها لون من التفريق للدين، وأن الاجتهاد هو سبب افتراق الأمة إلى 73 شعبة وما إلى ذلك. إن أئمتنا عندما اختلفوا ما زعم أحدهم أنه أصاب الحق الذي يريده الله تعالى، بل كان منهم قال رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، وبقي الخلاف وبقي الود وبقي التواضع في أني أبذل جهدي لمعرفة مراد الله. ولذلك ففي عبادة كالصلاة يرى فيها أبو حنيفة أن قراءة المأموم للفاتحة حرام، ويرى الشافعي أنها واجبة، ومع هذا فإن الشافعي وأبا حنيفة من أئمة المسلمين، ويسأل الشافعي عن أبي حنيفة فيقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. ومن زعم أن رأيه هو الدين وأن غيره ليس بدين فهو كاذب. ويشاع هذا الآن بين بعض أتباع المذاهب المتنطعين الذين لا يعرفون المذاهب، فهو يرى الرأي تبعا لفكر اجتهادي لصاحب مذهبه، ثم يلغي جميع المذاهب الأخرى ويرى أنها حرام. هذا باطل، وقد شاع بين الجهال والمتنطعين وأفسد الأمة الإسلامية. اخترت هنا أمرا من الأمور العبادية كمثل، والأمور العبادية لها طبيعتها، فكيف بالأمور غير العبادية؟ كيف بالأمور التي هي بطبيعتها محتاجة ومحتملة لأن نختلف فيها؟ الإسلام لم يضع صورة معينة محددة لبعض القضايا كشؤون الشورى والجهاد والعدالة والتعليم وما إلى ذلك. كل هذه الأمور وردت في القرآن كقيم، وتركت صور التطبيق ووسائله إلى الاجتهاد، وهذا ما جعل أبا بكر مثلا يقول أستخلف واحدا، وعمر يقول أستخلف ستة يختارون من بينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، وأخذ من هذا أن مسألة اختيار الحاكم ليس لها نص معين، وليس هناك واحد يستطيع أن يقول أنا أولى بالحق من غيري، فكل منهم له سابقة يمكن الاستشهاد بها والاعتماد عليها. إن الذين يحددون خطا في الحياة من اجتهاد أحدهم أو بعض الناس ليس لهم أن يقولوا هذا الخط هو من عند الله، وإن من عصى هذا الخط فقد عصى الله. هذا كله نوع من الباطل. يبقى أنه لا بد أن نعرض لمفهوم الآيتين اللتين وردتا في الإخبار عن تفريق الدين والآثار المدمرة لذلك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ما هي أبعاد هذا التفريق المنهي عنه؟ وأعتقد أن القضية ليست في الإطار ولا الصورة التي يستخدمها بعض المسلمين اليوم. التفريق المنهي عنه إنما سيكون في أمرين: الأمر الأول خلاف جذري في العقائد وما وراء المادة والمغيبات، لأن الكلام فيها ليس له سند عقلي عند الناس، ولكنه تطاحن على فهم بدا لصاحبه. كما يتحدث بعض الناس في الأمور التي نعتبرها من وراء المادة ولا مجال فيها للعقل، هل الصفات زائدة عن الذات أو هي عين الذات أو غير ذلك؟ ما معنى الاستواء على العرش؟ هذا كله كلام أرى الخوض فيه، يعتبر أولا كلاما لا معنى له ولا لزوم له، وثانيا لأن الخوض فيه يؤدي إلى انقسام ديني خطير. ومن الخير أن نوفر لأنفسنا وحدة الأمة بأحد أمرين: إذا كان بعضنا قد أول التماسا لمعنى سليم للتنزيل، وما من أحد إلا أول، والسلف أنفسهم أولوا. وعندما أقرأ قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، السلف يقولون ملائكتنا، هذا تأويل، لكن المقصود هنا التنزيه، يريدون أن ينزه الله عن الحلول المكانية والزمانية. فالأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح، فلا يجوز أن نتهم الآخرين بالزيغ أو الكفر إلا إذا كان هناك فعلا من يريد أن يصف رب العالمين بغير ما ينبغي له. أما الخلافات الفقهية الفرعية فأجمع المسلمون على أنه لا صلة لها بكفر أو إيمان، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هل يصلون العصر في بني قريظة أو يصلون في الطريق؟ ولم ير الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الخلاف حرجا، وجمعهم صفا واحدا في مقاتلة اليهود، ولم يعلق على هذا الموضوع، ولم يتوقف عند الأمر، فقد وجده أقل من أن يعلق عليه. كذلك الأمر بالنسبة لمن تيمموا وصلوا ثم وجدوا الماء قبل مضي الوقت، فتوضأ بعضهم وأعاد الصلاة ولم يعدها بعضهم الآخر، فالذي أعاد الصلاة قال له صلى الله عليه وسلم: نور على نور، الذي لم يعدها قال له: أجزأتك صلاتك، وانتهى الأمر. فالخلافات الفقهية الفرعية لا يعتبرها أحد أبدا خلافا دينيا وتفريقا للدين، بل هي اجتهادات في فهم النص. يقول تعالى في سورة آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يريد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ألا نكون كاليهود والنصارى الذين فرقوا دينهم وأصبحوا مذاهب متعادية فيه، مثل البروتستان والكاثوليك والأرثوذكس، وكان خلافهم في أصول العقائد وليس في الاجتهاد. والعقيدة عندنا واضحة ولا خلاف فيها، وليس هناك خلاف بين المسلمين أبدا في أصول العقائد. العقيدة تعني أن الله واحد بلا شريك، ليس كمثله شيء، له الأسماء الحسنى. إذا كان هناك كلام في بعض أحاديث النزول فهي مسائل ليس الخلاف فيها حول تنزيه الله، فتنزيه الله ثابت عند الجميع، إنما حول الفهم اللغوي لبعض ما ورد. هل المراد الاستعارة
أو المراد الحقيقة، وهذا لا يمكن اعتباره خلافا دينيا. كذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا كله جاء بعد الكلام عن أهل الكتاب. أما قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالآية تتصل بالدين كله بدءا من قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، لأن الآية الثانية منيبين إليه حال من الآية الأولى. فأقم، والمقصود أن نستقيم في مسالكنا وفي أحوالنا مع تعاليم ديننا. والذين يريدون الانسلاخ عن الجماعة وإحداث شغب قد يقسم الأمة مسؤولون أمام الله عن تمزيقها وتفريقها. ليس هناك من عقلاء المسلمين بل حتى من العامة في الأقدمين من قال إن الخلافات الفقهية تفريق للدين، لم يقل بذلك أحد أبدا. الخلافات الفقهية خلاف في فهم نص أو المعنى المقصود، وهو أمر يحتمله النص الديني نفسه، هو واحد ويحتمل هذه المعاني. في آية مثل: أو لامستم النساء، هل مطلق اللمس ينقض الوضوء؟ أو المقصود باللمس هنا لمس معين وهو الاتصال الجنسي؟ من قال إن هذا له صلة بأصول الدين أو أنه يمس صلب الدين؟ لم يقل بذلك أحد. ما صلة ذلك بحديث: افترقت اليهود على 72 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفرقت أمتي على 73 فرقة، حديث رواه الترمذي في سننه. هذا الحديث ليس من الصحاح، وهو وارد في كتب السنن، وأغلب ظني أن المقصود به الخلافات السياسية التي توهن قوى الأمة وتهلكها أمام غيرها. إذا اعتبرنا أن الخلافات السياسية هي التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم بالافتراق، فهل يمكن أن تؤدي الخلافات السياسية إلى النار عدا فرقة واحدة؟ لماذا لا تكون اجتهادات؟ سؤال وارد. ويبقى هنا أن يفسر أن المقصود بالخلاف السياسي أولا هدم الدول والخروج عليها، فرجل يرى أنه يجب أن يكون هو رئيس الدولة ولا يأبى بأن يحدث شغبا يقسم به الشعب قسمين ويقاتل هذا بذاك. هذا نوع من الخلافات الذي أعتبره كأنه كفر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أما الخلاف الآخر وهو الاجتهادي، فاستبعدنا باتفاق العقلاء الخلافات الفقهية لا بين الأربعة ولا بين الثمانية، إنما نستبعد كل خلاف سواء كان سياسيا أو دينيا معه سوء النية والرغبة وعدم الاكتراث في بقاء وحدة الأمة. هذا ما نعتبره خلافا حقيقيا وخطيرا. وعندما أنظر لماضي الأمة الإسلامية أجد أن الفتنة الكبرى كانت خلافا، اتفق المسلمون على أن هذا الخلاف كان سياسيا ولم يكفر أحدهم الآخر مع أنهم تقاتلوا، لكن اعتبر ذلك كله فتنة. ثم تدخل العقلاء وقالوا: كان اجتهادا، معاوية ومن معه كانوا على حق أو أخطأوا وهم معذورون، وعلي ومن معه كانوا على حق أو أخطأوا وهم معذورون، أي إن هؤلاء العلماء ساروا بالأمور بطريقة لا تخلع الأمة والناس عن الإسلام. فإذا كان لا يمكن تطبيق الحديث عن الفتنة الكبرى، فكيف نطبقه على غيرها؟ المشكلة أن بعض الناس بدأوا يطبقونه على بعض الخلافات الفكرية والفقهية والسياسية ويسمون الفرقة الناجية إلى آخره. هذا كلام باطل، فلو صح الحديث فالمقصود منه الذين ساءت نيتهم وأرادوا تمزيق الأمة، أما الذين حسنت نياتهم ويريدون الخير للأمة فلا دخل لهم بالحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما عليه أنا،
فقد فسرتها بما يأتي. بعض أهل الحديث يقولون نحن الفرقة الناجية، وهذا الكلام فيه كثير من التجاوز والمجازفة، لأن أهل الفقه ليسوا دون أهل الحديث رغبة في إصلاح الأمة الإسلامية وفهم الإسلام وتحقيقه. وقد يكون بعضهم من أهل الحديث والفقه في آن واحد مثل الشافعي وغيره، ويوجد من أئمة الإسلام الكبار من يجمع في نفسه أو في علمه الفكر الفلسفي والأصولي والفقه والحديث إلى آخره، لكن لا يوجد في هذه الفرق ممن يشتغلون بالسنة أو التفسير أو الفقه من يطلب الدنيا بعلمه أو تلذات نيته. هذا هو الذي نعتبره خارجا على الجماعة، ومع ذلك لا أستطيع أن أعتبره كافرا، لأن الكفر ليس لدي، وإنما يكون بنصوص مثل ما قال الشارع: كفر بواح عندكم من الله فيه برهان. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما عليه أنا وأصحابي، فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم على ما وقع بينهم من خلاف سياسي ووصل الأمر بهم إلى التقاتل، مع ذلك نقول إنهم كلهم ناجون، وذلك لأنهم أصحاب دين يجتهدون فيه لتحقيق مصلحة الإسلام. فمن كان لديه الدين أو الإيمان والإخلاص والرغبة في مصلحة الإسلام، لا أستطيع أن أدخله أبدا في الزمرة الكافرة وأخرجه من الفرقة الناجية. إذن قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هو حديث عن أهل الكتاب وتحذير للمسلمين حتى لا يقعوا بالعلل نفسها التي وقع بها أهل الكتاب، وأن المقصود بالتفريق التفريق بالعقائد وليس التفريق بالمذاهب والاجتهادات التي تقع ضمن إطار القيم. نقف عند هذا الحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.